تمام الريكورد بلشنا يلا اوكي تمام اوكي. الكيس الاولاني هو جازز عن الشكل، دائما لما بتشوفوا جازز الجنرال ابروتش مهم جدا تكون ماشيين عليها بشكل منتظم وبشكل مرتب، دائما تكون موحده عشان ما تخلطوش ما تنسوش شغلات معينه. اول شيء بتطلع عليه هو البي اتش، هاي اول مرحله بي اتش، لازم اعرف هل في عندي اسيد ولا في عندي بيس. واضح انه عندي هنا بيس يعني عندي الكالوزيس 7.5. المرحله الثانيه بعد ما اطلع على البي اتش دائما لازم اطلع على البي سي او 2 وعلى البيكربونات، اوكي فحوصات حقيقيه طبعا من المستشفى. لما الهدف من البي سي او 2 ومن البيكربونات اعرف شو السبب، هل السبب هو ريسبيراتوري يعني له علاقه بالبي سي او 2 ولا السبب هو البيكربونات يعني ميتابوليك. النورمال ليفلز تبعون البي سي او 2 هو 40 بلس مينوس، والبيكربونات هو 24 بلس مينوس. زي ما انتم شايفين بهذا الكيس في عندنا البي سي او 2 28، اوطى من شو لازم يكون. يعني البي سي او 2 عاده لازم يكون 40، وانت بيكون البي سي او 2 28. لما البني ادم بتنفس بسرعه هايبر فنتيليشن، هايبر فنتيليشن شو بصير؟ البني ادم بيطلع كثير سي او 2 فمستوى السي او 2 بقل، هاي بتصير بتعمل عمليه اللي قلنا ريسبيراتوري الكالوزز، اوكي؟ لانه لما السي او 2 بيعلى بيعمل اتسيدوزز، لما السي او 2 بوطى بيعمل الكالوزز. فعمليا شكله السبب تبع الالكالوزز اللي عندي هون هو ريسبيراتوري. تعال نطلع على البيكربونات، البيكربونات هو 22، في عندنا شويه ميتابوليك اتسيدوزز، شوي مش شيء جدي، بس مع هيك زي ما انتم شايفين ريسبيراتوري الكالوزز هي جديه مش شوي زي كيف هون، وهي طاغيه على الاتسيدوزز البسيط اللي هون. عشان هيك بالنت ريزالت البي اتش هو الكالوزز. اوكي؟ بالاضافه شو عند هذا المريض؟ عنده الكالسيوم شوي واطي مش اشي جدي 1.05، عنده جلوكوز شوي عالي بس كمان مره مش اشي. مبدئيا هون عند ريسبيراتوري الكالوزز هيك بيكون الجازز. اوكي عشان يكون بيور ريسبيراتوري الكالوزز البيكربونات لازم يكون 24. هذا كمان كيس، هذا الكيس اللي بعثت لكم اياه على الكفوتساب. هون نفس الخرافي، تعال نبلش بالبدايه وين؟ بالبي اتش، بي اتش 7.46. مظبوط النورمال فاليوز بالبي اتش من 7.35 ل 7.45، بس مهم جدا الترند. شو القصد؟ نورمال بي اتش هو 7.4، لما موجود البي اتش 7.45 او 7.46 يعني هو رايح تلل الكلوزز، رايح تلل الكلوزز. المرحله الثانيه وبطلع عليه البي سي او 2، زي ما شايفين البي سي او 2 برضه 29، يعني عندي ريسبيراتوري الكلوزز، يعني المريض شكله بتنفس بسرعه بيعمل هيبر فنتيليشن. شو بالنسبة للبيكربونات؟ البيكربونات شوي أوطى من شو كان 20، فعندي برضه ميتابوليك اتسيدوز. شو الإشي اللي بلفت النظر هنا؟ الإشي اللي بلفت النظر هنا هو الأسمولاريتي، الأسمولاريتي زي ما أنتم شايفين هي 340 تقريباً، مع سكر اللي هو حوالي 400، وحتى كان بقدر أقول كل فاليوز كانوا تقريباً 600 700 عند المريض. فلما بنشوف إشي عن الشكل لازم أفكر فيه هو اتش اتش اس، هيبر جليتسيميك هيبر سمولر ستيت. هيبر جليتسيميك هيبر سمولر ستيت عاده عندنا شويه اتسيدوزز، مش اتسيدوزز كثير قويه زي كيف بدك اياها، انما شويه اتسيدوز. ليش هون بالسؤال فيش عندي شويه اتسيدوزز؟ اول شيء عندي شويه اتسيدوز لانه البيكربونات هي طلعوا 20 شويه اتسيدوز، بس المشكله انه البيشنت عنده كمان ريسبيراتوري بروبلم اللي عملت له هيبر فنتيليشن، فالنت ريزالت انه عنده الكالوزز، لانه المشكله بالريسبيراتوري طاغيه على المشكله الميتابوليك الموجوده عنده. بذكركم انه العلاج تبع اتش اتش اس هذول البيشنتس بالاساس منشفين 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 منشفين، بتقدر تشوفوا انتم النشافه من الصوديوم، الصوديوم عنده 146. الكوزز تبعون هيبرناتريميا حكينا اول ثلاث كوزز هن ديهايدريشن، الثاني ديهايدريشن، والثالث ديهايدريشن. تنسوش انه الصوديوم مضبوط 146 بس في كوركشن مع الجلوكوز، دائما على كل 100 سكر فوق ال 100 لازم اصيد الصوديوم 1.6. يعني هون عندي فوق ال 100 تقريبا 203 مظبوط، عندي تقريبا 400، يعني عندي 300 فوق ال 100، على كل 100 منهم لازم ازيد 1.6 1.6 1.6 1.6، يعني تقريبا ابو 5 بدي ازيد ابو 4 5، فالصوديوم عمليا حتى 150 هذا البيشنت. عندي برضه شوية هيبوكاليميا مع شوية لكتات حتى عالي، لكتات عادة لكتيك اتسيدوزز سببها الأساسي ممكن يكون له علاقة بالديهيدريشن، سبسيز، اوكي اسكيميا، هي أسباب اللي بتعلي باللكتات.
فزي ما حكيت اتش اتش اس المشكله الاساسيه ان دي هيدريتد ولازمها ملان فلويدز، وبعدين كمان بياخدوا انسولين. طبيعه الحال هذا المريض ما تقدروش تبلشوا له انسولين، ليه؟ لانه دائما لما نبلش لمريض انسولين مع دي كي اي او اتش اتش اس، اول شيء لازم انتبه للبوتاسيوم، البوتاسيوم ليفل لازم تكون فوق الثلاث ونص. هذا المريض ببلش له فلويدز، ببلش له بوتاسيوم، وبس اضبط البوتاسيوم تبعه بقدر ازيد كمان انسولين، لانه الانسولين ممكن يوطي الهيبوكاليميا بزياده. سيدار شايفين complicated patient، هي كم شغله بنفس الوقت. الامتحان مش رح يسالوك على كل الشغلات تدور مع بعض، بسالك على وحده منهم من هذول الشغلات اللي حكينا عليها. اللي ورا هون البي اتش طلع، شو في عندنا؟ عندنا اتسيدوزز 7.27 بي اتش زي ما انتم شايفين. نفس المبدا، اول شيء لازم اطلع على البي سي او 2 واطلع على البيكربونات. الاتسيدوزز بتوقع البي سي او 2 يكون عالي، بس هون البي سي او 2 نورمال 35 40 بنعد نورمال. فعليا يعني المشكله هي مش ريسبيراتوري، شكل المشكله ميتابوليك. وين نروح ميتابوليك؟ على البيكربونات، هي تطلع على البيكربونات 16 واط. فاذا هاي ميتابوليك اتسيدوزز. ميتابوليك اتسيدوزز اول سؤال لازم تساله بس تشوف ميتابوليك اتسيدوزز هو هل الانيون جاب عاليه ولا الانيون جاب واطي نورمال. لما الانيون جاب النورمال هو لحد 12. كيف بيحسبوا الانيون جاب؟ وصوديوم ناقص كلورايد ناقص بيكربونات. انا بقول لكم انه الكلورايد تبع هذا المريض كان 120، مش موجود هون بس هو 120. ف 143 ناقص 120 هي 23 ناقص 16 بيطلع الانيون جاب 7 اللي هو نورمال انيون جاب. نورمال انيون جاب ميتابوليك اتسيدوز لها سببين، السبب الاولاني هو دياريا والسبب الثاني هو ار تي اي رينال تبلر اتسيدوز. الحالة شو كيف بنكرر هون؟ الكلينيكال بيكتشر تبعت المريض. هاي الحالة المريضة عندها سيفير دياريا، ومن السيفير دياريا تبعتها عمليا عندها نورمال انيون جاب ميتابوليك اتسيدوز. لو الانيون جاب عالي، يعني نفرض كان الخلور 100 مش 120 زي ما كيف عندها، ساعتها شو بصير؟ تعال نحسب 143 ناقص 143 ناقص 16 17، طلع الانيون جاب عالي. الانيون جاب عالي اللي هو فوق 12 له اربع اسباب اساسيه اللي هن توك، احنا تعلمناهم توك، توكسينز اكيوت رينال فيلور لاكتيك اتسيدوزز وكيتو اتسيدوز. توكسينز اللي هن بالاساس الكحولز، اكيوت رينال فيلور لاكتيك اتسيدوزز وكيتو اتسيدوزز. هاي لو كان عندها هيك شيء، فهيك هاي الجنرال ابروتش تبعتنا للميتابوليك اتسيدوزز. هون زي ما انتم شايفين كمان مره قلت لكم لاب هو مش بس جازز. هون في عندكم كيس اللي فيه طلع بي تي برولونج، البي تي تي لا بس البي تي لاين ار برولونج، دول فيبرونوجين كثير كثير واطى تحت ال 100. هيك بتكون بالضبط الكلينيكال بيكتشر تبع الدي اي سي. عاده مع بي تي تي كمان برولونج، يعني بيكون بي تي برولونجد بي تي تي برولونجد والفيبرونوجين واطى تحت ال 100. هاي بسموها دي اي سي. دي اي سي عن الشكل شو لازم نساوي؟ لازم نعطي بالاساس للبي تي والبي تي تي بنعطي فريش فروزن بلازما، للبي تي والبي تي تي عشان نصلحها بنعطي فريش فروزن بلازما اللي فيها كلوتنج فاكتورز، للفيبرونوجين بنعطي شيء اسمه كرايو بيرسيبتيت. نعطي كرايو بيرسيبتيت لما الفيبرونوجين تحت ال 100. سيدر بدي ارجع هون على التريتمنت تبع الميتابوليك اتسيدوزز. هون عندنا نورمال انيون جاب ميتابوليك اتسيدوز بمريض عنده ديريا، فواضح لازم اعطيها فلويد. نورمال انيون جاب ميتابوليك اتسيدوز كمان لازم اعطيها بيكربونات. كل النورمال انيون جاب ميتابوليك اتسيدوزز بعطيهن بيكربونات، الديارية مجبور اعطيها بيكربونات وارجع البيكربونات للنورمال. بالهاي انيون جاب زي توكسينز كيوترينال فيلور زي كيتو اتسيدوز او لاكتيك اتسيدوزز بنخاف من البيكربونات اكثر. ليه؟ لانه عاده لما هاي انيون جاب اذا في مثلا لاكتيك اتسيدوزز او كيتو اتسيدوزز، كل اللاكتيك اتسيدز او الكيتو اتسيدز لما المريض بتحسنوا كلهم بيرجعوا بصيروا بيكربونات. بس عشان هيك اذا بعطي بيكربونات وهن رجعوا صاروا بيكربونات ممكن يصير ريباوند بيكربونات عالي، عشان هيك بنخاف. فعاده مش شرط، بهاي الحالات بنعطي بيكربونات بس لما البيكربونات بتنزل تحت ال 15، يعني بتوكسينز لما البيكربونات بتنزل تحت ال 15، باكيوت رينال فيلور لما البيكربونات بتنزل تحت ال 15، بلاكتيك اتسيدوزز لما البيكربونات بتنزل تحت ال 15، بكيتو اتسيدوزز بدي كي اي بنعطي بيكربونات لما البي اتش بنزل. سيدر ما طلعش على البيكربونات لما البي اتش بنزل تحت السبعه، ما هي الانديكيشن، تذكروها مهم. هنا في عندنا كيس زي ما انتم شايفين جلوكوز نورمال بي يو ان اللي هو نفسه اليوريا
تقريبا نورمال، صوديوم نورمال، طلعوا البوتاسيوم 2.3، سيفير هيبوكاليميا، طلعوا الكرياتينين 2، كلورايد بيعنيني شيء كثير 94 زي 95، بس طلعوا الكالسيوم 21، سيفير هيبركالسيميا. عندي هذا المريض عنده سيفير هيبركالسيميا مع سيفير هيبوكاليميا. أول شيء دائما لما بشوف هيبوكاليميا على الشكل مجبور أفحص مغنيسيوم، مجبور أفحص مغنيسيوم، لأنه إذا السيفير هيبوكاليميا هاي مع مغنيسيوم واطي، قد ما بدك تعطي بوتاسيوم مش راح يتصلح البوتاسيوم بلا ما تصلح بالأول مغنيسيوم. اثنين، كيف بصلح هاي الهيبوكاليميا؟ هاي بتنعد تحت 2.5 سيفير هيبوكاليميا، عادة سيمبتوماتيك كمان. هاي لايف ثريتنينج، ممكن تعمل اي سي جي تشينجز، ممكن تعمل سيفير تاخيكارديا، والمريض من وراها لونج كيو تي تورسا دي بوا ويموت. عشان هيك مجبور اعطي كميات كبيره بوتاسيوم اي في، عاده بنفوت لاين كبير، بنحب يكون فيمورال لاين. ليش فيمورال لاين مش جوجولر ولا سبكلافيان؟ عشان بعيد عن القلب، لانه بحبش اعطي بوتاسيوم قريب على القلب ببين كانه هيبركاليميا. بسيب القلب، لما انا بعطي بوتاسيوم من الجوجولر كل البوتاسيوم راح على القلب، فالقلب بفكر فيه هيبركاليميا. ما بعطي بالسبكلافين نفس الخرافي. عشان هيك دائما لما بنصلح الهيبوكاليميا تبعت سيفير هيبوكاليميا بستعمل لاين فيمورال بعيد عن القلب عشان ما اعملش اريثميا لجويه القلب. هاي بالنسبه للهيبوكاليميا. هيبركالسيميا شو التريتمنت تبعها؟ اول شيء فيري سيفير هيبركالسيميا، هذا الرقم تبع 21 عاده مش رح باكد لكم، اغلبكم مش رح تشوفوه بحياتكم، هاي رقم بشوفوه مره بالعمر. حالي على شكل التريتمنت تبع هيبركالسيميا هو نعطي ملان 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 فلويدز على اللتر الثاني في فلويدز، نعطي كمان فوسيد، فوسيد بذكركم بوطي الكالسيوم، نعطي كمان كلسيتونين. اوكي، اللي كلسيتونين بعد 24 ساعه ببطل يشتغل لانه بيعمل تاخيفيلاكسيس، ببطل في سنسيتيفيتي للجسم له، ونعطي كمان بيسفوسفونات. بس فسفنات مبلشن طواله، ببلشوا يشتغلوا بس الافكت تبعهم بعد بيومين. بس شو المنع فيهن؟ الافكت تبعهم بيكمل اسابيع لبعدين، ببساطه بيمنعوا البون ريسوربشن تبع الكالسيوم من العظم. اوكي، فهذا هو التريتمنت الاساسي تبع هيبركالسيميا. بحالات اللي هي سيفير وريفراكتوري اللي بتجاوبش حتى بنعمل دياليزا. هذا المريض مثلا عمل دياليزا للهيبركالسيميا تبعته، لانه الهيبركالسيميا تبعته ريفراكتوري ما جاوبتش في البدايه، استغربوا ولا بعده عايش المريض. اوكي، هذا خرف قبل شهرين هالفحص. فمهم هنا علاج الهيبوكاليميا، هنا علاج الهيبركالسيميا، ملاحظات اللي رجعوها كثير كثير. ذكركم انه هيبركالسيميا عاده السببين الاساسيات تبعتها هن يا برايمري هيبر باراثايروديزم يا مالجنسي. كما نكرر حسب البي تي اتش ليفل، اذا البي تي اتش ليفل عاليه بيكون برايمري هيبر بارا، اذا البي تي اتش واطي مالجنسي. هاي الحالة كان البي تي اتش واطي، واحنا بنعرف انه البيشنت عنده مالجنسي بالعظم. اوكي، تعال نشوف شو في عندنا هون. اول شيء عندنا هون جلوكوز شوي عالي، مش اشي صاد عيني. ميو ان زي ما احنا شايفين كثير عالي 60، والكرياتينين كمان 4. طلعوا الصوديوم 122، عندنا هيبوناتريميا. الكلور 93، قلت لكم كلور مش كثير بنعبره. الكالسيوم 7.4، صعب احكي كثير على الكالسيوم بدون ما اعرف قديش الالبومين. يعني يمكن البيشنت تبعه تبعنا هذا الالبومين تبعه يطلع 2، بس ايتها الكالسيوم نورمال. ليه؟ لاني بذكركم في كوركشن لازم نعمله بين الكالسيوم والالبومين. على كل نزلت البومين واحد من تحت الاربعه بزيد الكالسيوم 0.8. شو القصد؟ يعني المفروض الالبومين يكون 4، الالبومين 2، نفرض الالبومين 2 يعني نزلنا واحد وكمان واحد من تحت الأربعة، نزلنا واحدين من تحت الأربعة. قديش لازم أزيد الكالسيوم؟ 0.8 وكمان 0.8، يعني لازم أزيد 1.6. 7.4 زائد 1.6 بيطلع 9 اللي هو نورمال. وهيك عند هذا المريض عنده شوي بالروبين، أغلبه دايركت. مش هذا هو الشيء اللي بيهمني هسه بالسؤال. اللي بيهمني هون بالسؤال كان بدي تشوفه بالأساس الصوديوم هيبوناتريميا، ونعرف الجنرال أبروتش لهيبوناتريميا. الجنرال أبروتش تبعت هيبوناتريميا، اول شيء اسال هل البيشنت ستيبل ولا انستيبل. ستيبل بنكررها بحسب السيمبتومز. هل المريض عنده سيفير سيمبتومز في هيبوناتريميا زي سيجر زي كوما زي ديكريست ليفل اوف كونشسنس؟ لما في موجودات هذول السيمبتومز فالعلاج لازم يكون اني اعلي الصوديوم بسرعه. عاده بستعمل بخاف، زي ما حكينا دائما بخاف، بس بنجبر استعمل سوليوشن اللي اسمها 3% NaCl
بعلي الصوديوم بين 4 ل 6 خلال ساعتين لثلاثة، يعني مسموح اعلي الصوديوم اللي موجود عندي هون. نفرض كان عنده سيفير سيمتوم، اجى مع سيجر، ممكن عادة بيكون الليفلز اكثر 112، بس نفرض فرض كان عنده سيجر، فمسموح اعليه للصوديوم تبعه بين 4 ل 6 خلال 3 ساعات، يعني مسموح يصل ل 128 خلال 3 ساعات. وعادة لما بنعلي هذول الستة السيمتومز بيروحوا. زي كيف بنكمل الكوركشن؟ مبدئيا بالهيبونتريميا القانون بيقول انه مسموح تعلي باليوم 10، يعني اذا احنا علينا 6 باول 3 ساعات باقي النهار مسموح اعلي كمان 4، يعني كل النهار كل ال 24 ساعة مسموح لي بس 10. عليت انا 6 بسرعة راحوا السيمتومز تمام، بعدين بنكمل الكوركشن على مهلنا. بس هذا مسموح لي 4 لباقي ال 21 ساعة اللي ظلوا عمليا بالنهار. مهم جدا تراجعوا الجنرال ابروتش للهيبوناتريميا، تعرفوا انه المريض ستيبل كيف بنعالجه حسب شو الكوز تبعه. هل هو هارت فيلور ساعتها بتعطيه ديوريتكس، هل هو المريض عنده ديهايدريشن ديهايدريتد ساعتها بتعطيه فلويد، ولا اس اي دي اتش ساعتها بعمل ريستريكشن اوف فلويد. مهم تراجعوا الهيبوناتريميا. شو عنده هون؟ عندي مريض هون عنده مولتيبل مشاكل. طلع شو عنده؟ عنده بوتاسيوم 6.4، هيبر كيليميا، خلور قلت لكم بعينش كثير، السكر عالي شوي، الكرياتينين هذا جديد 2.4، عنده هيبو كالسيميا، طلعوا الالبومين تبعه مش كثير واطي، فعمليا بظل عنده هيبو كالسيميا حتى لو عملت شويه كوركشن. الفوسفور عنده عالي واليوريك اسيد عنده عالي. لما عندي هيبر كاليميا، هيبر فوسفاتيميا، هيبر يوريك اسيد، هيبو كالسيميا، هيك بالضبط بيجي تومور ليزيس سيندروم او رابدوميليزيس، نفس الشيء تومور ليزيس سيندروم او رابدوميليزيس، الاثنين بيعملوا نفس الابنورماليتيز، وبالتالي الكرياتينين عالي، ال دي اتش كمان بيكون كثير 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 عالي. كيف بنعالج تومور ليزيس سيندروم؟ ببساطه بتومور ليزيس وبرابدوميليزيس في ديستركشن لتيومور او لمسل برابدوميليزيس، وكل الوسخ اللي جوه السيلز طلع على الدم، فشو بدي اساوي؟ بدي اتخلص من هذا الوسخ، فمجبور اعطي اجريسيف هايدريشن. مع مهم جدا البيشنت يعطي ملان بول يورينيشن، اوكي، فبعطي فلويدز 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 حتى بزيد فوسيد عشان يبول كل الوسخ. مهم اعالج الهيبر كلامي اللي موجوده عنده، والهيبر فوسفاتيميا والهيبر يوريك اسيد. كيف بعالجه هيبر يوريك اسيد؟ اول شيء ممكن نعطي الوبرنول. الوبرنول شو العاطل فيه؟ العاطل فيه انه بمنع يصير يوريك اسيد جديد، بس بحلليش مشكله الموجود، يعني هذول ال 11 موجودات بتعملش فيهم هو، بس بمنع يصير جديد، ومش احسن حل. بحالة عن الشكل نستعمل دواء اسمه ريسبوريكاز. ريسبوريكاز بنقل كل اليوريك اسيد لشيء ثاني اسمه الانتوين. الالنتوين هذا سوليوبل بالماء، فبتبول كل اليوريك اسيد، فبكفي نعطي وجبه واحده ريسبوريكاز، ثاني يوم المريض بصحى مع يوريك اسيد صفر، وهيك كان بحالته لهذا المريض. مهم جدا اعالج الهيبر كاليميا. مع علاج الهيبركاليميا بذكركم اول شغله شو لازم نساوي؟ اول شيء لازم نعيد الفحص، اعمل اي سي جي، اشوف في اي سي جي تشينجز ولا فيش اي سي جي تشينجز. ليش مهم؟ لانه اذا البوتاسيوم فوق ال 6.5 او في اي سي جي تشينجز بغض النظر شو الليفل تبعت البوتاسيوم، مجبور اعطي كالسيوم جلوكونات. بحالته لو المريض كان عنده اي سي جي تشينجز واخذ كالسيوم جلوكونات، بقى بخربش ما يخربشش. فبحالته اخذ كان عنده اي سي جي تشينجز واخذ بيكربون اخذ كالسيوم جلوكونات، بعد ما اخذ كالسيوم الاستراتيجي تبعتي بعلاج هيبركاليميا بذكركم هي 3 شغلات. اول شيء احمي القلب، نحمي القلب عن طريق كالسيوم جلوكونات. 2 افوت البوتاسيوم جويه الخلايا. 3 اطلع البوتاسيوم بريد الجسم. اذا بحمي القلب عن طريق كالسيوم جلوكونات. كيف بفوت كالسيوم جويه الخلايا؟ اسرع طريقه هي اعطي انسولين مع جلوكوز. اقدر كمان استعمل شورت اكتنج بيتا اجونيست، عادة بنستعمل الثنتين. والمرحلة الثالثة اطلع البوتاسيوم بريد الجسم لما عندي كمان تو استراتيجيز، والاستراتيجي عن طريق الجي اي الدواء اللي اسمه كيكسلات، والاستراتيجي الثاني بالفوسيد اللي بطلع البوتاسيوم اليوراين، وهيك بنصلح كل الالكترولايت نورماليتيز الموجودة. كمان الهيبرفوسفاتيميا لها علاج خاص فيها بس اقل اهمية بسياق تبع تيومور ليزيس سيندروم. يعرفوا الهيبركاليميا والهيبريوريك اسيد هن المهم. شوف عندي هون كمان مره بي اتش، طلعوا البي اتش عندي سيفير اتسيدوزيس 7.14، نفس الخرافيه. المهم اعرف ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. ريسبيراتوري زي ما انتم شايفين بي سي او 2 نورمال تقريبا، بس بيكربونات كثير 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 واطي.
مهم احسب الانيون جاب. لما عندي ميتابوليك اسيدوزز عندي 142 الصوديوم، الكلور كان 100، فهون عندي 42 الفرق ناقص بيكربونات اللي هو 12 30، يعني عندي فيري هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوزز. شو اسبابها؟ توك توكسينز، اكيوت رينال فيلور، لاكتيك اسيدوزز، كيتو اسيدوزز. هون مش صعب عليكم تشوفوا انه اللاكتات عالي. شو السبب الاساسي اللي بيعلي اللاكتات بالجسم؟ سيبسيز. اوكي، اسكيميا، اسكيميا او سيبسيز، بس بالاساس سيبسيز سيبسيز سيبسيز. وهي فحوصات دم لمريض كان عنده سيبتيك شوك، فيري سيفير سيبتيك شوك، وبالاخر حتى توفى المريض. هيك بيعمل لاكتيك اتسيدوزز مع سيفير ميتابوليك اتسيدوزز مع هاي انيون جاب. هذا هو. اوكي، بتامل انه كان مفيد لكم. يعطيك العافية دكتور.